عارف الخيمه دي بفكرني بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الاستاذ شيبوب. عارفها شيبوب ده؟ والاستاذ كوكك عارفها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش بقول لك فردتين قاعدين؟ دي مزه حلوه صح؟ دي مزه في الجون. بتعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت مش شايفه بتلاقي حل بيا؟ لا لا من فضلك استنى انت بس، انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غير بني ادمين بتترمى ولا تلاقي. خلي نفسيتك سكت. رياض عشان خاطري. بلا رياض بلا امسك. من فضلك امسك القميص ده، احتمال يبقى ذكرى ولا حاجه. من فضلك. ايه بص يا كابتن، احب اعرفك ان انت غلطت، غلطت جامد يعني في نجم غلاف اخبار الحوادث. خد القميص واجري انت، خد القميص واجري انت، شوف اي حد هنا بلاك اجري. طب ارسلك على ناحيه بقى. خد بالك يا حيوان، انت مش عارف ده ضابط. طب بتقوم محتاج توصيه بالطنين ده ضابط؟ خليك انا هكهنك. طب اقول لك بقى بلاش غباء ولا واحد. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه يا استنى كده يمكن ما اعرفش. ايه يا عم انت ايه بترد نزلت حاجه ساعه ولا ايه؟ خلاص طيب. ايه يابا؟ لو النبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه ثانيه. ايه ايه يابا؟ استنى في شبس. روح انت بقى يلا عشان الراجل ده عايز بحاجه. يلا اطلع يا عم السوبر زيت. بس عند الحته اللي هي سيف يد اللي كانت فيها سيف يد دي، انا مش قادره اقول لك انا مبسوطه قد ايه النهارده. وانا مش قادر اقول لك انا كان هيتعمل فيه ايه ورا الجبل لما الراجل خدني وراه. كان عايز يقلع عن الساعه دي، بس اللي يقلع ساعته كانه فرط في مناخير في اي حاجه في جسمه. لا بجد انا مبسوطه قوي. مبسوطه؟ جدا. مبسوطه عشان الدغدغته قدامك يعني ولا لا؟ لا 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 لا، انا مبسوطه لان انا حسيت بالامان اول مره، بصرف النظر انك انت اتضربت. بلاش حته الضرب ده، ما تكررهاش كتير طبعا. بس حسيت ان انا شايفه قدامي هيرو. نعم هيرو. يور ماي هيرو. يور ماي هيرو. ايه رياض؟ حقيقي انا عايزه اصرخ واقول للناس كلها، عايزه اصرخ بجد. جوزي اتضرب عشان بس. طيب انت خلاص ده انت بجد خلاص. انا نفسي اصرخ حقيقي. خلاص طيب يا في حق. طيب ده ايه العرب ده؟ ده احنا ربزنا ليه؟ ده جوزي اتضرب عشان تفضحنا.